أمير إشراكهم في إعداد مسودة قانون الجماعات الإقليمية كونهم أقرب للمواطن. منح امتياز المرافق العمومية للبلدية هي أهم ما طلب به رؤساء المجالس الشعبية على هامش لقائهم بوزير الداخلية. دونك لا احنا ماذا بينا الوصاية هذه تهز شوية يدها على في مخص الصلاحيات. لو كان ينحوا الوصاية الدائرة هذه لأن الدائرة راهم قلصوا هذاك المهام تاعها وخلوها عائق بين البلدية والولاية. تمنيت أن تكون استشارة أول السادة رؤساء البلديات لأن هذا القانون هو أساس المرحلة القادمة، خاصة أن البلديات تعرف أزمة اقتصادية كثير لأنه قلة المداخيل. منه أنه تكون فيه صلاحيات أكبر خاصة باش نحافظوا على النظام العام ونحافظوا على كذلك على التحصيل وتحصيل كذلك أموال للبلدية. تطبيق سياسة لمركزية القرارات وإنشاء أقطاب اقتصادية جهوية من شأنها أن تنعش الخزينة المحلية هي مقترحات الأمير. فيما يخص قانون البلدية نتمنى بها قانون المدنية مد صلاحية أوسع لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، تالي نطلب فيه إعادة النظر في هذا الموضوع بالذات. لما أنت تقول للمنتخبين المحليين يساهموا ويشاركوا في تحسين الاستثمار، ولكن القوانين كلها تصب أنه مثلا فيما يخص العقار الصناعي وكذا كلها من صلاحية الولاة والإدارة الوصية، وبالتالي المنتخب في هذه الحالة هو عبارة عن منشط. بقدر ما نشجع الاستثمار في البلدية بقدر ما تكون فيه جباية محلية تدخل لصالح البلدية، ونلح أن تعطى لرئيس البلدية قوانين تسمح له بتحصيل الجباية المحلية اللي تعود على البلدية. تحديد صلاحية المير وحصرها في رفع النفايات وصيانة طرقات البلدية اعتبرها البعض الآخر إهانة لشخصه. شوفها باللي رئيس بلدية مكتوف الإيدي عنده حشاك مفرغة وعنده تهديم البنايات الفوضوية، هذه هي الصلاحيات تاع رئيس البلدية حاليا. بين الصلاحيات المحدودة ومطالب توسيعها رفع أميار الجمهورية من أجل إعطائهم ورقة مباشرة في التسيير المحلي، وبين هذا وذاك تبقى يد الأميار قصيرة وعين الداخلية بصيرة.